كنا قاعدين عادي وفجأة من كام ساعة انتشر خبر يقلب السوشيال ميديا، وهو انفصال جولي بكر عن جوزها، وده بعد جواز شهور قليلة جدا. ولسه هنقول ان دي من اسرع حالات الجواز والانفصال، بس طلعت ونفت وقالت ان الاكاونت كان متهكر وحد عايز يأذيها هو اللي عمل كده. بس هل ده ينفي ان عندها مشاكل ولا لأ؟ خلينا نشوف الايام اللي جاية وكل ده هيبان. الحقيقة ان في جوازات حصلت بسرعة وخلصت برضو بسرعة، وده من زمان قوي. ده في جوازات حصلت وخلصت في 24 ساعة، وأطولهم شهور تتعدى على صوابع الإيد. بين كل فترة والتانية بنسمع عن قصة حب، سواء بقى الفنان وفنانة جوه الوسط ولا بيرتبطوا من برا الوسط، وبتبقى ليلة على السوشيال ميديا من أول ما بيعلنوا الارتباط والخطوبة والفرح. وطبعاً الأفراح دي بتبقى ترند لأيام كتيرة، بس للأسف جوازات كتير ما بتكملش، وبيحصل الانفصال بعد شهور قليلة من الجواز، زي الأخبار اللي طلعت في الكام ساعة اللي فاتوا إن جولي بكر انفصلت عن جوزها، وإن ده كان هيبقى من أسرع حالات الانفصال علشان حصل بعد 3 شهور بس من الجواز، وقبل ما تولد بفترة قليلة ومن غير أسباب. وده مش بيحصل بس في وقتنا دلوقتي، الكلام ده من أيام زمان جدا. ويمكن أشهر حالات جواز وانفصال حصلت بين الفنان رشدي أباظة وصباح، واللي اتجوزوا لمدة 24 ساعة وحصل الانفصال على طول. وسبب الجواز ان رشدي أباظة دخل في تحدي مع صباح انه يقدر يتجوزها، وحصلوا تاني يوم انفصلوا، واتقال وقتها ان الانفصال حصل بعد ما سامية جمال عرفت وعملت قلق فخافوا. مش بس رشدي وصباح اسرع جواز، في كمان نجوى فؤاد واحمد رمزي، واللي حصل بينهم الجواز بعد انفصال رمزي عن مراته. واتجوز رمزي نجوى فؤاد لمدة 15 يوم بس، وساعتها قالت نجوى فؤاد انها طلبت الانفصال علشان رمزي رجع لمراته وام ابنه، فشافت انه الاحسن انها تبعد علشان هم استقروا. وحالات الانفصال اللي زي دي كتيره جدا زمان. ولو اتكلمنا عن الجيل الحالي من الفنانين هنلاقي ان مي سليم ووليد فواز اسرع حالات الانفصال. ففي 2018 لقينا مي سليم ووليد فواز بيعلنوا جوازهم وسافروا يقضوا شهر العسل، بس فجأة وبعد 10 ايام اعلنوا الانفصال ومن غير اسباب. لكن وليد فواز قال ان اسباب الانفصال بينهم ان الحب لوحده مش كفايه، وان ما ينفعش يختار بقلبه بس، لازم كان يحكم عقله، وان الانفصال تصحيح لوضع كان من الاول غلط. بعدها مي سليم قالت ان التجربه دي كانت اسوأ حاجه مرت بيها، وان من اول يوم جواز عرفت انهم مش مناسبين لبعض. وفي كمان هنا شيحه واحمد فلوكس، دول اتجوزوا بعد ما كل الناس عرفت بقصه حبهم، وكانت التوقعات انهم هيفضلوا لحد اخر العمر سوا، بس فجأة من غير مقدمات بعد شهور الاتنين بيعلنوا الانفصال وانهم مش متفاهمين، وده السبب اللي بيقولوه كل الفنانين. وكان في اشاعات انهم هيرجعوا تاني، بس الكلام ده ما حصلش وكل واحد شاف حياته. ويمكن اقرب قصة جواز وانفصال وبسرعة جدا حصلت مشاكل ووصلت لحد القضايا كانت حسن شاكوش ومراته ريم، اللي اتجوزوا في شهر مارس، وكان فرحهم عامل قلق على السوشيال ميديا وترند الايام كثيرة، خصوصا بعد سجد ريم في قاعة الفرح. المهم ان بعد اقل من شهرين حصلت مشاكل كبيرة بينهم، وصلت لمحاضر في الاقسام وكلام كتير بيتقال ان الانفصال هيحصل بينهم قريب.